بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة هيام زيدان. هنتكلم دلوقتي على شابتر 8، المالنيوتريشن ديزيزز اوف تشيلدرن، امراض سوء التغذية او الامراض الناتجة عن سوء التغذية في الاطفال. هنتكلم على الجنرال اوبجكتيفز. By the end of this lecture، في نهاية المحاضرة، the student will be able to identify malnutrition. المفروض الطلبة تتعرف يعني ايه malnutrition، precipitating factor، ايه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى malnutritional disease، describe types، أعرف أنواع malnutritional diseases، and perform nursing intervention of a child، وأقدم الرعاية التمريضية للطفل اللي child having كواشركور أو مرازمس أو ريكت. عندنا ثلاث أمراض ناتجين عن سوء التغذية هندرسهم، الكواشركور والمرازمس. الكواشركور اللي هو نقص البروتين، المرازمس اللي هو الهزال، والريكتس اللي هو نقص فيتامين دي أو الكساح. Definition of malnutrition. المالنيوتريشنال تشايلد هو التشايلد از بورلي نورشد، التشايلد اللي هو بورلي نورشد اللي هي تغذيته بتبقى ضعيفه. ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتور اوف مالنيوتريشن؟ العوامل المؤثره او العوامل المساعده اللي بتؤدي الى امراض سوء التغذيه. اول حاجه لاك اوف فودز، اللي باختصار البافارتي او الفقر، فبيبقى معاه نقص في الغذاء. ان اديكويت بريست فيدنج، عدم اخذ الرضاعه الطبيعيه الكافيه. رونج كونسبت اباوت ويننج، الفطام، الناس اللي بتتفطم، مرحله الويننج او الفطام بتبقى بطريقه خطا اللي هي رونج كونسبت اباوت ويننج. الاطفال اللي بيبقى على طول عندهم دايريا وعندهم مال ابزوربشن، عندهم اسهال وعندهم سوء هضم. الانفكشنز اللي هي العدوى، وممثلة في الأطفال اللي بيبقوا having worms، خلاص عندهم ديدان أو عندهم infectious diseases، أمراض معدية زي المزلس، أو عندهم التي بي اللي هو السل. هنتكلم على types of malnutrition، أنواع نقص الغذاء عند الأطفال. أول حاجة عندنا بروتين energy malnutrition، ودوت بيبقى فيه تو ديزيزز. هنتكلم على الكواشركور اللي هو لو بروتين، نقص البروتين في الغذاء، وهنتكلم على المرازمس اللي هو لو كالوريز، اللي هو نقص السعرات الحراريه الموجوده في الغذاء ككل. هنتكلم على المايكرو نيوتريانت ديفيشنسي، اللي هي نقص في العناصر الغذائيه مثل الايودين، نقص في الايرن في الحديد، نقص فيتامين اي اند فيتامين دي. اول ديزيز عندنا الكواشركور، او بنسميه اوديمتاس مال نيوتريشن. اوديمتاس اللي هي فيها اوديمه، بيبقى مصحوب بيها اوديمه او سوالن. كواشركور is a clinical syndrome which result from a deficiency of protein which an adequate supply of calorie. الكواشركور عباره عن clinical syndrome which result from بينتج من deficiency في البروتين ومصاحب ليه with an adequate supply للكالوري. كمية البروتين اللي في الغذاء هي اللي بتبقى قليلة، لكن باقي كمية الكالوريز اللي بيحتاجها الطفل بياخدها كاملة. A diet consisting mainly of starch grains، الغذاء بتاع الطفل اللي هو بيبقى عنده كواشركور ده عادة بيبقى تكوينه الأساسي نشويات. Provides adequate calories، بتديله الطاقة السعرات الحرارية الكافية. In the form of carbohydrate، في شكل المواد النشوية. But an inadequate amount of high proteins، الغذاء بتاع الطفل دوت اللي هو having كواشركور بيبقى limited amount من البروتينز. ايه هي اسباب الكواشركور؟ الايتيولوجي، اول حاجه بنقول الكواشركور عاده اوكيرز ان انفانسي، بيحصل في فتره الرضاعه، غالبا في السكند يير اوف لايف. ات از فولوينج ابرابت
abrupt weaning, following abrupt weaning اللي هي suddenly weaning. الطفل اللي بيتعمله فطام مفاجئ وليس جرادولي. احنا عارفين ان الويننج المفروض يبقى جرادولي بالتدريج. الطفل اللي بيتعمل له هنا ابربت ويننج فطام بصوره مفاجئه بيتعرض ان يجي له كواشركور. ايه هي الساين والسيمبتومز اللي بتظهر على التشايلد اللي هو بيبقى بيعاني من الكواشركور او من اللو بروتين؟ كلينيكال مانيفيستيشن بيبقى اول حاجه ديكريزد الماسل ماس، كتلة العضلات للطفل دوت بتبقى قليلة اللي هي failure to gain weight، ما بيبقاش فيه عنده الوزن الطبيعي المناسب لسنه. تاني حاجة بيبقى فيه swollen belly edema اللي هي الأديمة بيبقى عنده. بيبقى فيه changes في السكين بيجمنت، صبغة الجلد بيبدأ يتغير، بيبقى لونها متغير، بيبقى فيه باللاجرا او لوس للبيجمنت، فقد لصبغيه الجلد، او ممكن السكن مي بي داركن يبقى لونه غامق. بالنسبه للهير هنا الشعر الطفل دوت بنقول الهير بيحصل لها لايتنس اند ثين، بتضعف الشعر بيبقى ضعيف وبيبدا لونه يتغير يفتح وبكمز ريديش اند بريتل، ممكن يوصل للون الاحمر ويبدا يتقصف. increase الانفكشن اند دايريا، البيشنت هنا او التشايلد اللي عنده كواشركور غالبا بيبقى لايبل او بيبقى على طول عنده انفكشن، عنده عدوى وعنده دايريا اسهال. الطفل دوت بيبقى ايه كمان؟ قال لي بيبقى اباثي وليثارجيك وايريتابيليتي. خلاص اباثي يعني ما عندوش ريسبونس للاذرز، نو ريسبوند للاذرز. وبيبقى irritability عنده هنا irritability اللي هي حالة من الهياج. بنقول هنا شايفين البيكتشر دي بتبقى صورة التشايلد اللي عنده كواشركور. ممكن الطفل دوت يحصل له ديس. الديس هنا doesn't occur from actual starvation، مش نتيجة فقد الغذاء، but from secondary infection، بيحصل اكتر نتيجة العدوى المتكررة اللي بتبقى موجودة عنده. في بريزنت ساينس بتبقى موجودة في الأطفال اللي بيمثلوا هايست مورتاليتي ريت، معدل الوفاة بيوصل من 50 لـ60%، وقلنا دوت بيبقى ناتج من السكندري انفكشن. البريزنت ساينس اللي بتبقى موجودة على التشايلد دوت بيبقى أربع أعراض. أول حاجة مون فيس، بنلاقي شكل الوجه واخد شكل القمر أو الدائري نتيجة الأديمة والسوالينج. بنلاقي الهير فيه تشينجز زي احنا ما قلنا، بيبقى تشينجز وممكن يبقى ريدش وممكن يبقى بريتل. بنلاقي هنا سكين دي بيجمنتيشن، تغيير في صبغية الجلد، والطفل ده بيبقى عنده انيميا اللي هي فقر في الدم. هنتكلم على المرض التاني من امراض سوء التغذية اللي هو المرازمس او الهزال. مرازمس involves inadequate intake of protein and calorie. المرازمس هنا بيبقى عندي نقص في حاجتين اساسيتين، البروتين وكمية السعرات الحرارية اللي المفروض ياخدها الطفل. في المرازمس عامة التشايلد بنقول هنا هو the body utilize all fats stores before using muscles. جسم الطفل هنا في حالة ما يبقى مصاب بالمرازمس أو بالهزال بيبدأ يتعامل أو يستخدم الفاتس اللي موجودة في الجسم أو المتخزنة في الجسم، وبعد كده يبدأ يستخدم العضلات. الإتيولوجي أوف مرازمس، بنقول هنا إن المرازمس بيبقى كومنلي شائع في الفرستير في السنة الأولى من العمر الطفل، ودوت بسبب ايه؟ لاك في البريست فيدنج او دايلوتد فورمولا. يا اما البريست فيد اللي بياخدها الطفل هنا عدد مراتها غير كافي، او الفورمولا لو هو بياخد ارتفيشال فيدنج رضاعة صناعية دايلوتد بتبقى مخففة. بيبقى نتيجة ايه المرازمس بيحصل هنا؟ نتيجة البفرتي، الفقر والدايارية. الطفل اللي عنده دايارية كتير ممكن يجيله مرازمس. نتيجة ايه كمان من سبب من ضمن اسباب المرازمس؟ قال لي الاجنورانس اند بور ماتيرنال نيوتريشن.
ignorance اللي هو الجهل هنا، او عدم درايه البيرنت او الكير جيفر اللي هو القائم بالرعايه بمكونات الغذاء الطبيعيه اللي المفروض ياخدها الطفل. ايه هي الاعراض بقى الكلينيكال مانيفيستيشن اوف مارازمس؟ اول حاجه بنلاقي الطفل اللي عنده مارازمس هنا بيعاني من سيفير ويستنج اوف ماسل اند سبكوتينيوس فات، بيبقى عنده سيفير ويستنج اوف ماسلز اند سبكوتينيوس فات، بيفقد العضلات وبيفقد الدهون اللي هي تحت الجلد. بيبقى هنا التشايلد هاف سيفير جروس ريتارديشن، تاخر في النمو. لوكس اولدر ذان هيز ايج، الطفل هنا نتيجة ان هو بيبقى فيه عندي لوس للماسل ولوس للسبكوتينيوس فات بنلاقيه لوكس اولدر ذان هيز ايج، شكله باين اكبر من سنه، بياخد الاولد ايج، شكل الاولد ايج، الناس كبيرة في السن. بنلاقي هنا نو اوديما، اخد بالي هنا هوت العلامات اللي بتفرق الطفل هو مرزمك ولا كواشركور، هنا ما عندوش اوديما وما عندوش هيري تشينجز. بنلاقي الطفل هنا alert but miserable، اخد بالي ان هو في الكواشركور كان ابسي وبيبقى هانجري، عنده شعور بالجوع مستمر. ايه هي الديجري اوف مارازمس؟ المارازمس ثلاث درجات هنتكلم عليهم او ثلاث مراحل. الفيرست ديجري بيحصل هنا الطفل بيفقد فيها loss of subcutaneous fat of the abdomen وبيحصل weight loss about من 15 to less than 25% of expected weight. يعني ايه الكلام ده؟ المرحلة الاولى او الدرجة الاولى من المرازمس من مرض الهزال الطفل بيفقد فيها subcutaneous fat او الدهون اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في البطن، اللي موجودة في الابدومين، وديت بنقول بتمثل قد ايه، بيبقى هنا وزن جسمه اقل من الطبيعي، قلنا بيمثل من 15 لاقل من 25% من الاكسبكتد ويت اللي الوزن اللي المفروض يبقى الطفل عليه. السكند ديجري اوف مارازمس الدرجه الثانيه بيحصل لوس للسبكوتينيوس فات، بيفقد الدهون اللي موجوده فين؟ في السايز والباتوكس، خلاص بالإضافة اللي اتفقدت في البطن في المرحلة الأولى. يبقى في السكند ديجري هيفقد الدهون اللي هي موجودة في البطن بلس السبكوتينيوس فات اللي موجودة في السايز وفي الباتوكس. الويت لوس هنا بيفقد من 25 to 35% of the expected weight، بيفقد حوالي من 25% لأقل من 35% من الاكسبكتد ويت من الوزن المتوقع انه يكون عليه. الثيرد ديجري اللي هي الدرجة التالتة او المرحلة التالتة بيبقى فيه لوس للسبكوتينيوس فات في الابدومين وفي الصاي وفي الباتوكس وبصيد في التشيكس والتشايل اللي هي الفاتس اللي موجودة في الفيس، عشان كده بيدي الكاركترستكس اوف مونكي فيس اللي هي شكل المونكي وفي الابيرنس في المظهر. والويت لوس هنا بيبقى مور ذان 35% من الاكسبكتد ويت، بيفقد اكتر من 35% من الوزن المتوقع انه يكون عليه. دي الثلاث درجات للمرض الهزيل. ايه هي النورسنج كير للمال نيوتريشنال ديزيز عامه؟ اول حاجه بنقول هنا جيب small amount of food limited in protein carbohydrate and fats. اول حاجه بنقول ان احنا بندي الطفل البالانس الدايت اللي هو الغذاء المتوازن، ماشي، وبشوف الديفكت كان في ايه عندي بزوده. يعني في الكواشر كور هزود النمبر اوف بروتين او هزود الاماونت اوف بروتينز، في المرازمس هزود الايتمز بتاع الفود كلها اللي هي كميه الغذاء او عناصر الغذاء كلها عشان عندي نقص في البروتين ونقص في الكالوريز. تاني حاجه هعمل مينتين البادي تمبريتشر، احافظ ان الطفل دوت درجه حرارته تبقى نورمال. رقم 3 بروفايدز بيريود اوف ريست اند ابروبريت اكتيفيتي اند ستيميوليشن، بخلي الطفل دوت
ياخد فترات من الراحه والانشطه المناسبه. واحنا اتكلمنا قبل كده على البلاينج للتشيلدرن، وقلنا ان البلاينج حسب الايدج ريليتد للايدج وللاي اكتيفيتي، الانشطه اللي بيقوم بيها الطفل. رقم 4 من نيرسينج كير، بنعمل بروتكشن فروم انفكشن. الانفكتد بيرسون ما خلوهوش يتعامل مع الطفل اللي عنده مرازمس او كواشركور، واعمل بريفنشن او بروتكشن للتشايلد دوت من الانجري، من الاصابه للجلد او من اي انجري موجوده. بعمل ويت ديلي، الطفل اللي هو عنده مالنيوتريشنال ديزيز خلاص بعمل له، باخد الوزن بتاعه كل يوم، بعمل تشينج في البوزيشن خصوصا لو في اوديما عشان احافظ على الجلد الطفل. بعمل نيرسينج كير لو الطفل دوت هافينج فوميتنج او دايريا او ديهايدريشن، لو هو عنده الفوميتنج او الدايريا او الديهايدريشن بقدم الرعايه التمريضيه الخاصه بكل عرض. بعمل انتيك ريكورد، الانتيك والاوتبوت، الطفل لازم يتسجل له ايه هو الداخل والخارج، واشوف البالانس بتوين الانتيك والاوتبوت. بنعمل سكين كير للتشايلد خصوصا اللي هو عنده اوديما. فريكوانت اسسمنت للجروث والديفلوبمنت، بتابع واقيم حاله النمو والتطور عند الطفل دوت. بعمل مونيتورنج فور اني ساينس اوف كومبليكيشنز، اشوف لو في اي نوع من انواع المضاعفات. بعمل نيوتريشنال كاونسلنج هنا للبيرنت، لازم ياخدوا نيوتريشنال كاونسلنج على الكومبوننت اوف فود وعلى البالانس الدايت وعلى الاماونت اوف كالوريز اللي المفروض الطفل ياخدها من الغذاء. بندي هيلث اديوكيشن اباوت الميديكيشنز اند فولو اب، بندي تثقيف صحي على الادويه اللي المفروض الطفل ياخدها او يمشي عليها، واهميه متابعه الطفل دوت عشان اتابع الجروث والديفلوبمنت، النمو والتطور بتاعه. هنتكلم على الديزيز نمبر 3 في المالنيوتريشنال ديزيز اللي هو الريكتس او فيتامين دي ديفيشنسي، نقص فيتامين دي. الريكتس هو عبارة عن ايه؟ بنقول ريكتس is a deficient disease of growing children due to lack of fat soluble vitamin D. هو عبارة عن نقص في النمو الاطفال بينتج من نقص فيتامين D. الكلينيكال مانيفستيشن، الاعراض والعلامات اللي هتظهر على التشايلد اللي هو عنده ريكتس او بيعاني من الكساح. اول حاجة لو بصينا على الهيد، راس الطفل، هنلاقيها لارج اند سكوير، هنلاقيها لارج خلاص كبيره ومربعه سكوير. تاني حاجه هنلاقي فيه ليت في الكلوزنج اوف انتيريور فونتانيل، لو الطفل دوت في التودلر ستيج المفروض الانتيريور فونتانيل قلنا هيقفل من سن سنه لسنه ونص خلاص، من 12 ل 18 شهر. فلو بصينا هنا على حاله الانتيريور فونتانيل ممكن نلاقي هنا هو ما حصلوش كلوجر، لسه متاخر في القفل الانتيريور فونتانيل. هنلاقي عنده كرينيو تيبز اون بريشر، لما نضغط على البونز بتاعه السكال هنلاقيها كرينيو تيبز اللي هو بتدخل معاك لجوه او في زي مرونه الاستيسيتي في البون. لو بصينا على الصوركس اند ابدومين، شكل القفص الصدري وبطن الطفل اللي عنده ريكتس اللي عنده كساح، هنلاقيها زي الفيجر اللي قدامنا ده. شايفين الفيجر؟ شايفين شكل الضلوع؟ خلاص شايفين هنا بداية الضلوع كده، بداية التحام الضلوع خلاص مع الحجاب الحاجز، عاملة زي عقد كده زي حبات السبحة. شايفين البطن هنا بروتريوتد خلاص، واخدة الشكل الدائري. ثوركس اند ابدومين، اول حاجه بنلاقي هنا الشيست بيبقى بايجون شيست، بايجون شيست واخد شكل صدر الحمامه اللي هو شكل التمانية. بنلاقي هنا في حاجه اسمها راكيتيك روزري اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا التحام الضلوع مع التحام الضلوع مع الحجاب الحاجز ومع مع الاسترنم خلاص، مكانها محبب او عامل زي حبات السبحه فبنسميها راكيتيك روزري. بيبقى فيه دورزال كيفوزيس، انحناءات
بيبقى فيه ريلاكسيشن في الابدومينال ماسل اللي هي ارتخاء في عضلات البطن، ودوت بيؤدي اللي على طول ان الطفل ده بيعاني من الامساك، يبقى ريلاكسيشن اوف ابدومينال ماسلز ليدز تو كونستيبيشن بيؤدي الى امساك. لو شفنا الشكل الاكستريميتيز هنا عند الطفل اللي عنده ريكتس زي الفيجر اللي قدامكم كده، شايفين التقوس اللي عند الني، شايفين القدمين التقوس اللي موجود فيها، بنقول هنا في الاكستريميتيز بيبقى فيه في الطفل اللي هاف ريكتس بيبقى عنده باو ليجز تقوس في الاقدام، ونوك ني تقوس في الركب، ويز فلات فوت في الاقدام. في عندي اذر كلينيكال مانيفيستيشن، في اعراض تانية غير اللي حاصله في اللي باينه في الراس، وغير اللي هي في الصدر والابدومين، وغير اللي في الاطراف زي الدنتال ديفورميتيز، في عنده مشاكل مع الاسنان، في عندي بون بين امبيرد جروس، بيبقى فيه هنا امبيرد الجروس، بيبقى عندي انكريز البون فراكتشر اللي هي زيادة معدلات الكسور، او بيحصل هنا كسور في الاطفال، بيبقى عندي ماسل كرامبز على طول الطفل دوت بيشتكي من ايه، تقلصات في العضلات او سبازم في العضلات. هتكلم على التريتمنت والبريفنشن للريكتس، بنقول هنا التريتمنت باي اورال ادمنستريشن اوف لارج دوز اوف فيتامين دي، جنرالي بياخد 1500 وحده ل 5000 انترناشونال يونت، الاي يو دي اللي هي انترناشونال يونت اللي هي وحده دوليه، فور اباوت ا مانث. يبقى الطفل اللي عنده كساح اللي هافنج ريكتس خلاص التريتمنت بتاعه بياخد فيتامين دي من 1500 ل 5000 انترناشونال يونت لمدة شهر بير مانس، خلاص او اباوت 1 مانس، ديت عشان اعالج الريكتس. لكن ايه الديلي ريكويرمنت بقى لفيتامين دي اللي هي احتياجه اليومي؟ مفروض ياخد 400 اي يو اللي هي 400 وحدة دولية على مدار اليوم. هتكلم على رول اوف ذا نيرس، ايه هي النيرسينج كير للتشايلد اللي هافينج ريكتس. اول حاجه بنعمل هاندل جنتلي اند تيرن ات فريكوينتلي، الطفل دوت بيبقى عنده لايبيليتي للفراكتشر ان يحصل له كسور، بيبقى هاي ريسك للفراكتشر عامه، فبالتالي اما اجي احمل الطفل او اوجهه لازم هاندل جنتلي، بمسكه بلطف وبعمل له تيرنينج للبوزيشن فريكوينتلي، بغير وضعه خلاص يفضل كل ساعتين. لو الطفل دوت في الانفانسي ستيج خلاص، لما تيجي الام تتعامل معاه مع الدايبر تعمل تشينج للدايبر هنا از ابلايد لوزلي، يبقى برضو بلطف وهي بتغير البامبرز للطفل. بوت ذا تشايلد ان كوريكت بوزيشن، مهم جدا ان انا احطه في الكوريكت بوزيشن على اساس ان ما يحصلوش فراكتشر وما يبقاش عنده ديفورميتيز في البونز. رابع حاجه بنقول ان التشايلد هنا شود اكسبوز تو سان شاين، لازم الطفل ده اعرضه لضوء الشمس. طب هعرضه لضوء الشمس امتى؟ قال لي اهم حاجه يبقى قبل الساعه 11 الصبح اند افتر 3 PM، بعد الساعه 3 بعد الظهر. ليه؟ عشان اتجنب اشعه الشمس الضاره. يبقى هنا هو exposed the child to sunshine before 11 AM and after 3 PM. طب هعرضه قد ايه؟ قال لي 14 minutes، وبعد كده بزود التايم انكريز frequently. give the child a diet rich in vitamin D، الطفل اللي عنده كساح مهم جدا ان الغذاء بتاعه يحتوي على فيتامين دي. kept the child from putting their weight on legs or spinal column، الاطفال لما تبقى في سن المدرسه في السكول ايدج خلاص بتبقى شايله طبعا الباك بتاعها على ظهرها، فيفضل هنا ان الباك بتاع الطفل او شنطه الطفل ما يبقاش فيها اوزان، ف
فدوت معناه كيبت ذا تشايلد فروم بوتينج زير ويت، ان انا ما احطش اثقال او حاجه ليها وزن خلاص، وبالتالي هتاثر على الليجز وعلى السباينال كولوم على العمود الفقري بتاعه. لاي التشايلد اون فيرم ماتريس، النوع الماتريس التشايلد هيحصل سليبنج هنا عليها لازم تبقى فيرم، عشان قلت بيحصل له ديفورميتي، بيبقى فيه تشوهات في البونز نتيجه الريكتس. جيف هيلثي اديوكيشن، بندي هنا تثقيف صحي للبيرنت اباوت ذا بروبلم اباوت الريكتس، خلاص هو عباره عن ايه، بينتج من ايه، ايه هاو تو بريفنت الريكتس، امنعه ازاي، هاو تو تريت الريكتس، والدايت ويتش كونتين فيتامين دي، ايه هو الغذاء اللي المفروض يحتوي على فيتامين د اللي انا هديه للطفل. ثانك يو.